ينتشر الآشوريين اليوم في الكثير من البلدان التي ينشطون فيها من أجل الاعتراف بهذه الإبادة، ونتيجة لذلك اعترفت برلمانات عدة دول بها، ومنها الأرجنتين، أرمينيا، بلجيكا، كندا، تشيلي، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، ليتوانيا، لبنان، هولندا، بولندا، روسيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، أوروغواي، الفاتيكان، فنزويلا والنمسا، بالإضافة إلى المناطق والأقاليم التالية: أقليم الباسك وأقليم كاتالونيا في إسبانيا، أقليم القرم في أوكرانيا، ولايات نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، كيبك في كندا، و42 ولاية أمريكية. وأقيمت العديد من النصب التذكارية تخليدا لذكرى الشهداء الآشوريين.